ايوه، لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه خير. يابا الحقنا يا دكتور، الحقني يا ابني. تعالى تعالى بس اقعد، خد نفسك. الله يبارك لك. في ايه؟ اخد نفس ازاي؟ اخد نفس ازاي؟ بنت منيره بنت الكبش جرستني في الحته كلها. لا مش كده وبس، لمت ابوها واخواتها واتكتروا عليا وكانوا عايزين يضربوني. انت بتقول ايه يابا؟ ما تقولش كده، ما عادش اللي يمد ايده عليك طول ما احنا عايشين على وش الدنيا. يمهل ولا يهمل. سكتها يا احمد، انا مش ناقص. يا امي ابوس ايدك، اسكتي بقى مش وقته. طب انت حصل لك اي حاجه يابا؟ لا الحمد لله جت سليمه. اهل الحته كلهم الله يسترهم اتلموا عليهم، كانوا هياكلوهم ياكلوهم. بس انا خلاص يا احمد، خلاص البيت دي انا مش عايزها. مش عايزها؟ يعني ايه مش عايزها يابا؟ والواد اللي في بطنها ده هنعمل فيه ايه؟ هي في 60 داهيه، انما الواد لا. والواد في 60 داهيه؟ الواد اللي يمرمط بكرامته ويحط دماغ الارض يغور في 60,000 داهيه. هترمي لحمك يا توفيق؟ انت صحيح مالكش امان. يا امي ابوس ايدك، مش وقته. يابا خليك قاعد معانا هنا يومين، ربنا يسهل ان شاء الله. هروح انا اتفاهم معاها بالذوق. ايه؟ تتفاهم؟ متفاهم مع مين يا اخويا؟ لا يا احمد، احنا لازم نروح كلنا بربطة المعلم، انا وانت واخواتك وحبايبكم، نكسرهم ندشدشهم. طيب. لازم ندشدشهم قدام الحته كلها. خلاص ابوس ايدك بقى، انت مش ناقص. اقعد ارتاح، اقعد يابا، خد نفسك. البلطجه دي مش هتنفع معاهم يابا، لو هي لوحدها زي ما بقولك في 60 داهيه، انما في ابن بطنها لازم نعمل حسابه. بعد اذنك يا ابويا سيبنا انا اتفاهم معاهم، بس انت خليك قاعد هنا يومين. ابوس ايدك، بلاش روح لها قرش لا منك ولا مننا. متروحش بعيد يا حسن، تفضل واقف هنا لحد ما نزلت. حاضر يا حاج. ما تقوليش الحاجه دي تاني. حاضر يا ست الحاج. لا مش هوصيك يا مدام بدريه، مش عايز مشاكل معاهم عشان خاطري، ربنا يكرمك. ادي عصام لما تقول كده، انا مش جاي اعمل مشاكل، بالعكس انا جاي احل المشاكل، بس المهم ما تكدبنيش ابدا مهما حصل. ماشي؟ ماشي اتفضلي. صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا يا عصام. ازيك تاني؟ يعني ازيك يا عصام؟ ازيك مدام بدريه. تهاني هانم. هانم ايه بس؟ قول ست الهوانم، ست الستات كلهم. والله انا لو اعرف ان فضلي ده هيبقى السبب في الشوفه الحلوه دي كنت ضربته من زمان. يا اهلا وسهلا يا مدام بدريه، اتفضلي حضرتك. اتفضلي. اتفضلي يا عصام. اتفضلي. اول حاجه وقبل ما نقول نص كلمه، الخاتم ده بتاع حضرتك، واعده مع عيالي ما هو راجع، واعتبري فلوسه وصلت. مش قوي كده، واحده واحده. تشربوا ايه في الاول؟ لا لا شكرا كتر خيرك، متشكر جدا. انا مش هشرب حاجه، انا كفايه عندي شفتك. بس عايزه اقول لحضرتك على حاجه، فضلي ده وجهه مش حلوه للأدب والجمال والذوق ده كله. مرسي. ده بيهدد الناس بحضرتك وبالذات المحافظ، عاملكوا سيوف شايلها بإيده بيضرب بيها خلق الله، وهو ده اللي خلاني أخرج عن شعوري. ولو أنا كدابة عصام يكدبني. أنا بكدب يا عصام؟ لا العفو يا مدام مدرية، تكذبي إزاي؟ العفو. أنا عارفة ومتأكدة تماما من اللي أنت بتقوليه ده، وياما لفت نظر نجيب للحكاية دي. نجيب مين حضرتك؟ ده سيادة المحافظ مدام مدرية. نجيب بيه؟ لا مؤاخذة، اصل انا بصراحه من ساعه ما شفتك وانا اتلخبطت كده، يعني اسم الله عليكي ليكي هبه وطله كده. ميرسي يا مدام بدريه. بس عشان خاطري سامحي فضالي ده، انا عن نفسي مسامحاه. ده انا عايزه اشكره كمان انه كان السبب اني اتعرفت على حضرتك. ميرسي خالص يا مدام بدريه. هو حضرتك بتشتغلي ولا ربة بيت؟ الاثنين. ما شاء الله، ده انا صدقيني بالرغم ان انا عندي 3 شغالات الا اني قعدت من الشغل. بصراحه حلاوه والشياكه والجمال ده كله خساره في الشغل، انت تقعدي معززه مكرمه واللي عايزاه كله يتعمل. بس والله زهقت حتى من قعدة البيت والخروجات للنادي والجمعيات الخيرية. واضح من لبس حضرتك ان ذوقك عالي قوي. ايه رأيك بقى ان انا ممكن اخليكي تشتغلي وانتي ما بتشتغليش؟ فزورة دي مش فاهمة حاجة. اصل انا بشتغل في اللبس وببني مصنع دلوقتي كبير قوي، وكنت محتاجة يعني حد ذوقه عالي زي حضرتك كده. اه ديزاينر يعني؟ دي ايه يا ست الكل؟ ديزاينر. ايوة اللي تشوفيه كله ماشي. حلاوتك يا بدارة، حلاوتك حلاوتك. أول مرة تقول لي يا بدارة، دي من سنين. بدارة ونص كمان، بدر البدور المدور المنور. ده أنت النهاردة عملت أحلى واجب مع ولاد توفيق.
بس انا ما رضيتش اجيب لها سيره عن موضوع الارض ده، قلت نتقل شويه، بلاش كله يبقى ورا بعض ورا بعض، لا الست تقلق وتطير من ايدينا. عين العقل. بس انا عايزك بقى تعمل لها زياره تانية، اه عشان تخلصي لي مصلحه الارض اللي قلت لك عليها. ده انا رتبت لكم حاجه عمرها ما كانت هتخطر على بالكم. حاجه ايه يا بداره؟ اشجيني مفاجاتك الحلوه، كلمي يا حبيبتي. هخليكم تستفردوا بالراجل في اخر الدنيا وتخلصوا مصالحكم معاه. اخر الدنيا دي يعني فين؟ انا عرفت منها انه غاوي يروح يصطاد في وادي الريان، قلت لها بس ده هي دي غيه جوزي، وقلت لها ان انت هتوضى برحله للبيل محافظ ما حصلتش. بس انا ما بعرفش اصطاد يا بدريه، ده انا عمري ما رحت وادي الريان. وانت هتغلب يا فتحي، ما تتصرف يا اخويا ولا الفرصه تضيع مننا. تضيع مننا ده ايه؟ طب يكون في علمك انا صياد ماهر قناص مولود ومتربي في وادي الريان، قال تضيع مننا ايه؟ نجيب يا جامد يا اجدع صياد غزلان في مصر. مش مصر بس، بالعالم كله. يسلم دراعك يا سعاده الباشا. طب احنا الغزال اللي اصطدناها دي هنسيبها كده؟ لا نسيبها ازاي؟ العربيه اللي ورانا هيجيبوها لنا، امال احنا جايبين عربيات كتير ليه؟ الله يبارك فيك. انا عايزك تجرب حظك يا احمد بيه. وماله نجرب يا فندم، نجرب. وانت كمان يا فتحي بيه. يا سعاده الباشا انت سيادتك تؤمر بس. بس اهم حاجه عندنا خد كفايتك انت من الصين. احنا خلاص غزلتنا اصطدناها. امتى ده وفين يا احمد بيه؟ احمد اخويا قصده يعني طول ما سعادتك بتصطاد كاننا احنا بالظبط بنصطاد. اصطاد يا سعاده الباشا اصطاد. اللي انت جامد في الصيد بقى بتتفضلي ولا زي حالاتي كده؟ لا 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 حالتك ايه، ده انا جامد قوي، ده انا ليا صولات وجولات في كامبالا ما تقولش لحد. كامبالا دي عاصمه اوغندا؟ ايوه. طب وانت ايه اللي وداك هناك؟ ما انا كنت مع الوفد اللي كان رايح مع المحافظ اللي اسمه علي بيه اللي كان قبل ده. الله، هو انت كنت سكرتير مع المحافظ اللي كان قبل ده؟ اي، وان شاء الله هكون مع المحافظ اللي بعد ده. حلو قوي الكلام ده. مش معنى اوغندا يعني؟ عشان كان في بين المحافظات تبادل خبرات في الزراعه والصناعه والكهرباء والمواد الغذائيه. بس مش ده المهم. لا مش ده المهم. مش ده المهم ازاي بس؟ ده اهم حاجه يا استاذ فضال. يا سعاده الباشا زي ما سعادتك تشوف، ونحابب نخليها شراكه. لا لا يا حاج فتحي، شراكه ايه وبتاع ايه، خلينا في الضل احسن. على رايك. والضل ستره برضو اهو كده. ده غير ان انا كل ما بعدت عنك هبقى قريب جدا منك، لاننا لو قربنا من بعض هنلم العيون حوالينا، وبعدين العيون هتكتر وتتكلم، وانت فاهم بقى اللي هيحصل. فاهم طبعا يا سعاده الباشا فاهم، وانا عينيا الجوز لسعادتك. لا خليهم لفضال يا حاج. صح كده، عشان كل ما انت بعدت عني كل ما قربت مني. اهو كده يا سعاده الباشا، والله العظيم انا بتعلم منك كل يوم حاجه جديده. انا فاهمك يا حاج احمد، المصلحه دي ما تتعملش جهجهوني كده، لازم تتعمل بشكل يبان انه طبيعي. ما ينفعش ناخد الفلوس بايدينا نهائي، لا شيك ولا نقدي. الله، امال الفلوس هتوصل لكم ازاي؟ هتستوردوا بيها بضاعه. استورد بضاعه لصالح مين؟ لصالح ولادي واخو واخت الباشا. اشمعنى يعني؟ عشان الفلوس يكون لها مصدر، لما حد يسألك من أين لك هذا تعرف تجاوب. طب وإيه البضاعة اللي شغالين فيها؟ أي شغل، سجاد عجل، عربيات، أجهزة كهربائية، المهم تعرف في السوق محتاج إيه وتجيب. والله وتبقى فرصة نشتغل معاه، أهو مجاور السعيد يسعد. ومين بقى اللي هيسعد بقى؟ أنت ولا هما؟ إحنا التلاتة هنسعد إن شاء الله، أنت بس اللي مش فاهم. طب أنا مين اللي هيسعدني؟ ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيسعدك وهيجعلنا سبب إن شاء الله لسعادتك دي. يا سيدي أنا بقول لك أهو، اعتبر نفسك متعين وشغال معانا وليك مرتب كل شهر بعيد عن سيادة المحافظ. هو في حاجة في المحافظة كلها ملهاش علاقة بسيادة المحافظ؟ أنا رأيك والله يا أستاذ فضال، مش هو رئيس جمهورية المحافظة؟ أيوة، بس في حاجة، إحنا شغلنا مش في محافظة واحدة، في معظم المحافظات. ومال؟ ما كل المحافظات بتنفذ على بعض. بس أنا ليه شرط، المحافظ ما يعرفش أي حاجة بخصوص المرتب. ليه؟ بس أنا بعمل ده كله لمصلحتنا. ها؟
المحافظ بتاعنا الفيزيتا بتاعته عالية قوي، مش هتلاحقوا عليه لو دخل معاكم في كل مشروع. خلاص بقى يا أستاذ، قلنا سعادتك والمحافظ على دماغنا. دول بقى أحلى تشكيلة هدايا لعيد الأم، وكل سنة وأنت طيب. انت طيب الله يكرمك. الله 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 الله، حلو قوي. بصي بقى يا عاشي، انا مش هنقي واسيبك انت بالنقي يا باشا، ماشي؟ ومش هعدل عليك في حاجه. اتفضلي علبه كمان اهي، اختاري اللي انت عايزاه، قدامك 2 كيلو ذهب بحالهم اهم. الله الله الله، بقينا نشتري الذهب بالكيلو يا هاشم. قولي والكيلو بقى بكام دلوقتي؟ الكيلو عامل 30,000. ولازم يدفعوا كاش، ما ينفعش يعني نظام كده وقسط. الدهب ما فيهوش قسط. لا اله الا الله، اشمعنى الدهب يعني؟ ما كله بالقسط، على راسه ريشه الدهب. اصل كل دقيقه بسعر، يعني ممكن بعد ساعه واحده يبقى فوق، ممكن بعد ساعه واحده يبقى تحت، ممكن. طيب واللي ما معهوش 30,000 مره واحده؟ ادفع اللي معاك احجز بيه، والباقي اخر النهار. موافق. ينفع 10؟ والباقي بعد صلاه المغرب. موافق، بس على شرط هنثبت السعر اللي اتفقنا عليه، يعني طلع بعد كده او نزل انا ماليش دعوه. موافق طبعا. نفسك انت دلوقتي الكيلو الدهب ينزل؟ والله انت وحظك. حظي عسل، حظي لوز، الحمد لله رب العالمين. مبروك علينا. بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا احمد؟ ده كيلو دهب يا حاج. ما انا شايف انه دهب. هتعمل بيه ايه ده يا احمد؟ ده هدايا لعيد الام. انت اتهبلت ولا ايه؟ هتهادي بكيلو دهب؟ ايوه. وفي كمان لعبه كده عايز العبها يا حاج فتحي، ومش عارف هترسي على ايه. جرايه يا حاج احمد، هو الدهب بقى لعبه؟ وفي احلى من لعب الدهب. طب استنى، وداري على شمعتك تقيد. تكونش عايزنا نشتغل في الدهب؟ تكونش عايز تفتح محل دهب؟ طبعا عايز يا حاج، بس عايز افتح محلات دهب، مش دلوقتي. ليه؟ كأنك انت ما اتعلمتش مني ولا حاجة. ما قلت لك خير البر عاجل، واذا عزمت فتوكل على الله. احنا من بكرة الصبح ننزل نلف نلاقي احلى محلات فيك يا مصر، نفتح ونشتغل ونكسب يا احمد. اسمعني بس، اصبر عليا شوية. احنا عايزين نشتري وما نبيعش. جرالك ايه يا احمد؟ هو في حد بيشتري وما يبيعش؟ حاج فتحي، ده انا اتعلمت الحكاية دي منك. فاكر لما كنا بنتكلم على المارك الالماني الحاج عبد الشكور؟ اه يا ابن الجنية، انت عايز تلم الدهب الموجود كله في السوق وتسقعه عشان احنا نتحكم في سعر الدهب؟ اوه الله يفتح عليك، احنا هنلم كسر الدهب ونعطش السوق ونفضل نلم نلم نلم، يعطش قوي نرويه بدهبنا. اديني بوسة، اديني بوسة. يلا يا نعمة. بسم الله. ايه ده؟ هو انا هاكل طاجن ام علي ده كله لوحدي؟ كله لوحدي؟ انت حاسه انه كبير قوي يعني؟ يا ست الدكتور قال لك ايه؟ حركه قليله وغذاء كتير. لحد امتى؟ لحد ما تجيب اللي في بطنك. مش قصدي والله، انا قصدي يعني لحد ما السيد الوريث يشرف الدنيا. ربنا يديك طول العمر يا سي محمد. بس ليه بقى مش وريثه؟ وريث ولا وريثه ايه اللي هيفرقها يعني؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس، اهم حاجه يبقى لينا حاجه في الدنيا دي. يلا كلي بقى ام علي دي قبل ما تبرد، لحسن هي بتتاكل وهي سخنه ملهلبه. وانت يا سي محمد؟ انا اكلت واحده اكبر منها كمان تحت عند الحاج، وابوك الحاج توفيق ضرب واحده زيها. اخبار مديحه ايه يا سي محمد؟ مديحه كويسه الحمد لله. مفيش جديد؟ مفيش جديد في ايه؟ يعني موضوع الخلفه. اه ادعي لها ربنا يكرمها ان شاء الله ويرزقها بالذريه الصالحه. اللهم امين. بقول لك ايه، انا ان شاء الله مش ناوي اسافر الحج مع احمد وفتحي. ليه يا سي محمد؟ ودي برضو حاجه تفوتك؟ لا لازم تسافر ان شاء الله. طب افرضي سافرت انا من هنا وانت ولدتي من هنا؟ لا ما تخافش لسه بدري. ولا برضو قاعد لك وقاعد في قرابيزك انت والواد ده. ما تقول حاجه ياض. طب وما نتكل على الله يا حاج فتحي. يا حاج فتحي بتعمل ايه يا حاج فتحي؟ ها عارف ياض يا احمد، سفرية السعودية دي فيها 7 فوائد، أهم فايدة فيهم طبعا اللي احنا هنحج بيت الله الحرام. طبعا هيتبقى لنا في ذمة السفرية 6 فوائد، في منهم اللي هيتخطط له ويترسم له، وفي منهم اللي هنسيبه على بركة السفرية. بس احنا هنحتاج فلوس ومبلغ محترم، مبلغ كبير يعني. قد ايه بقى يا حاج المبلغ المحترم الكبير؟ مش أقل من 500,000 ريال سعودي. يا حاج عايزنا ندخل السعودية 500,000 ريال؟ يا جدع إن شاء الله تشيليون،
مش مشكلة انت تدخل فلوس، المشكلة لو خرجت فلوس. انت عايز تدخل فلوس تخرج بضاعة. دهب، دهب يا احمد يا اخويا يا حبيبي، الدهب في السعودية ارخص من هنا بكتير. شوف بقى. بس يا حاج ازاي هنخرج الدهب من السعودية وازاي هندخله مصر؟ مالكش فيه، سيب الموضوع ده علي انا واطمن يا حاج. اطمن. ولو اتمسكنا وروحنا في ابو حديد اطمن. احمد اصحى يا احمد. احمد ايه يا حاج؟ اصحى، الدنيا مقلوبه في مصر. لا اله الا الله. بيتي مشاعري انا عيال الامه المصريه والشعوب العربيه والاسلاميه. ايه؟ والعالم كله الزعيم المناضل البطل انور السادات. استشهد الزعيم الذي تعلقت بحبه ملايين القلوب. استشهد بطل الحرب وبطل السلام. لقد امتالت الزعيم يد آثمه قادره. وان كنا قد فقدنا الزعيم والقائد فان عزاءنا ان الشعب المصري كله لملايينه في ارجاء البلاد ريفها وحضرها يقف اليوم يعتصره الحزن والألم. عارفه يا بدريه، كل ما بنيجي نحج ببقى مش عايزه امشي خالص، ده لولا ابويا وامي وام هاشم كنت فضلت هنا على طول. ايوه يا اختي، عشان تسيبي جوزك يدور على حل شعر. وانا عارفه منعه وانا هناك يعني. وهو ايه بقى؟ مش ناوي يطلق اللي فضل على ذمته دي؟ مش عارفه، انا ما بفتحش الموضوع ده معاه خالص. انت خايبه. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه يا فتح الشنط دي كلها؟ هو احنا جبنا كل الحاجات دي؟ لا يا حاجه، ده انا والحاج فتحي نزلنا بس بضعنا يعني شويه بضاعه بزياده شويه. مظبوط كده. انت في الشنطه احنا في شنطتين من دول هناخدهم معانا الطياره. لا انا مش هقدر اشيل. الله، وانت حد يقدر يشيلك يا باشا؟ دول بيتجروا. وبعدين يا ستي خلي الشيل علينا والجر عليك. اتفضلوا بس عشان لحق الطياره. اتفضلوا. انا في الشنطه. انا خايف. ما تخافش، طول ما الاثنين مش عارفين ايه اللي في الشنط ما تقلقش، حط في بطنك بطيخه صغيره. انا خايف من التفتيش اللي في المطار. يا عم الجمارك ما بيفتشوش الحريم زينا، ما تقلقش. ربنا يستر يا حاج، ربنا يستر. ما تخافش. تخاف من ايه؟ وبعدين اقول لك يعني لو صدروا الدهب صدروه، اهو ندفع الغرامه وكان الله بالسر عليم. يلا تعالى. بقول لك يا بدريه، خد سميحه وخد عربيه الشنطه دي وسبقونا، وانا واحمد هنروح السوق الحره، في ناس طالبين مننا حاجات ضروري قوي. طب ما نيجي معاكم، ولا انتوا عايزين تخلصوا منا وخلاص؟ لا اله الا الله، نخلص منكم ليه بس يا ست؟ الراجل مش عايز يتعبكم معانا في اللف والدوران على الحاجه. خلاص يا بدريه، طالما عايزين يريحونا خلينا نسبق احنا. ماشي، بس لما نتوه من بعض ابو دوروا انتوا بقى علينا. يا ست مش هتتوهي ولا حاجه، اول ما تخرجي هتلاقي محمد مستنيك. اقف استنينا معاه عشان نتاخر. ان شاء الله. اتكل على الله. اتفضل. يلا يلا، خدوا بالكم من بعض. يلا يا حسين. كنا خرجنا احنا بالشنط، لو اتمسكوا بيها هيتبهدلوا. هما لو اتمسكوا احنا نعرف نتصرف، اما احنا لو اتمسكنا مين اللي هيتصرف لنا؟ وبعدين بقول لك ايه؟ اللي انا اقوله هو اللي يمشي، مش عايز كلام تاني. طب يا اخي اهدى، لا اله الا الله، الامر شورى بينكم. لا، الكلام ده في شرعك انت، في شرع انا مفيش شورى، اللي انا اقوله هو اللي يمشي. خلاص يا سيدي بطل نرفزه، وبتدور على ايه انت؟ بدور على اي واحده من البتاع ده اللي باخده يتهدد. بقول لك ايه؟ سيبك بقى من البتاع ده خالص، البتاع ده هيبوظ لك جهازك العصبي، انا دكتور وبقول لك. هو انا معايا؟ انا مش لاقي ولا واحده في جيبي. طب يا اخويا اديك هتخرج تلاقي السواق شايله لك اول ما تخرج من المطار، مش مكلمه قايل له؟ الله، انت ايش عرفك؟ العصفوره اللي قالت. عصفوره ايه؟ انت بتجسس عليا ولا ايه؟ يا حاج ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه اتجسس عليك بس؟ يلا يا جدع انت ما تكبرش الموضوع. استاذ احمد توفيق؟ ايوه. عايزينك معانا. عايزيني فين؟ تعالى معانا انت تعرف. طب انتوا عايزين انا لوحدي؟ طيب اتفضل معانا.